قصفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية مواقع قوات الجيش والمقاومة في منطقة لاودر بمحافظة أبيان. وقال مصدر ميداني أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين متوسط المدى على قوات الجيش والمقاومة المرابطة في جبهة عقبة ثرة في مدينة لاودر بمحافظة أبيان. وأكد المصدر أن الصاروخين انفجرا في منطقة بعيدة عن مواقع قوات الجيش ولم يصب أي جندي بأذى.